واحنا من بدايه الحلقه بنتكلم عن الاسباب اللي بتخلي احيانا المؤسسات ما تنجحش في تحقيق اهدافها. احنا مش بس بنتكلم عن المؤسسات، احنا نفسنا في حياتنا كل واحد فينا عدى عليه انه عين دول من الناس، مدير تقول بيطلع عيني ومدير تاني تقول ده فرق في حياتي، لدرجه انها بقت نكته احنا متعودين نقولها لبعض، نقول له انه انت عامل ايه في الشغل ومديرك مطلع عينك، وكانه ده الطبيعي. لكن قبل ما نحلل اسباب الفشل في المؤسسات وليه المؤسسات مش بتحقق اهدافها، عايزه اشارككم بحاجه أو تعريف للغباء. بيقولوا كده أنه تعريف الغباء هو تكرار نفس الفعل وأتوقع نتيجة مختلفة، لدرجة أنه علم الإدارة نفسه حسم الفكرة دي وقال قد إيه المدير ده شخص مهم، أنه فشل المؤسسات بيحصل بسبب سوء الإدارة مش بسبب نقص الموارد. الجملة دي مهمة قوي، عشان كده عايز أعيدها تاني، وعايزة كل واحد فينا يطمن بس اللي عنده شركة صغيرة وشايف أن الموارد قليلة، الفشل بسبب سوء الإدارة مش بسبب نقص الموارد. الأزمة الكبيرة بتاعة المدير الكويس دي أزمة بالمناسبة مش محلية، دي أزمة عالمية. وقد ما بنشوف نجاحات بتحصل في بلدنا، لازم تدور على طول اللي نجحوا دول شوف إدارتهم عاملة إزاي. رغم تكرار المحاولات وتكرار التبديل والتغيير هتلاقي انه في ازمه اداره. بالعكس، ده معظم الشركات مشكلتها في التعيين، مش في انها تعين موظفين، لكن انها تلاقي مدير كويس. تخيل؟